أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ولكن الشياطين كفروا. خلال هذه الحلقة سنتحدث عن ما يطب الجن كافر بالطبع من الساحر. إذن الساحر يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بمعنى أن هذا السحر والعين والحسد والمس هذا كل شرط يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، ممكنش أنهم يضروا الناس. وتقول لنا الله سبحانه وتعالى، تقول إبليس، تقول الشيطان، تقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون. بمعنى أن تأثير ديال الشيطان الجني وديال كذلك المردة والعفاريت يكون بإذن الله ويكون كذلك بسبب خروج الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وابتعاده معه. إذن أشنا هي الحاجة اللي تطلبها الجني من ساحر حتى يعاونه في ذاك السحر اللي تعتدوه؟ إذن أول شروط خص يكون كافر، هو اصلا راه كافر، الساحر كافر، الساحر راه كافر، ولكن تطلب منه الجن كذلك انه ما يصليش، ما يصومش، ما يزكيش، ما يحج، كاع اركان الاسلام الخمسه ما يكونوش فيه، ولا كاع بيصلي خصو يصلي بجنابه مع من؟ مع الجماعه. يعني إذا كان ذكر تقول له يصلي بجنابة مع الجماعة، وإذا كانت أنثى تقول لها تصلي بالجنابة ديالها. كذلك ما خصوش يستحم، ما خصوش يستحم، حيت حنا تنعرفوا أن الجن عزيز عليه الرائحة الكريهة، والمكان اللي تعود تكون فيه أو أنه تسحر الناس خص يكون مظلم، تكون مظلم، حيت الجني عزيز عليهم الظلمة، عزيز عليهم الظلام. كذلك تطلبوا منهم شي بعض الحوايج الخايبة الخاصة بالقرآن الكريم، بحالاش؟ بحال التلاعب بالقرآن الكريم. تطلب منهم أنه يلعب بالقرآن الكريم، أش يدير؟ غير يا إما يعزف عليه، يعزف على القرآن الكريم، أو يديروا قهوة في المرحاض، أو يبدا تقطع في القرآن الكريم، أو التبول أو التغوط في القرآن الكريم. إذا كنت تلاحظوا راه ماشي شي مطالب عادية، مطالب اللي بشعة وخايبة بزاف. كذلك تطلب منه أنه يقرأ القرآن الكريم بالتنكيس. أش نقصد بالتنكيس؟ تلقوا على سبيل المثال القرآن الكريم تتم غادي هك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إما التنكيس في الكلمة أو التنكيس في الحرف. التنكيس في الحرف بمعنى تبدأ بآخر حرف وتتبع عليه اللي قبل منه اللي قبل منه اللي قبل منه، غادي تكتب الصورة من آخر حرف اللي هو تدرو هو الأول، الحرف الأخراني هو اللي تسبقه وتتبع عليه الحرف اللي قبل منه تكتبه، الحرف اللي قبل منه تكتبه تتم غادي هكا. او التنكيس بالكلمه بحالاش بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب الرحيم الرحمن الله باسمي،
يعني تنكيس في الكلمات، يعني التلاعب بالقرآن الكريم بصفة عامة، العب في القرآن الكريم كتاب ديال الله سبحانه وتعالى باش أنه يساعده. كذلك من بين الحوايج اللي تطلبهم الجن كافر بالخصوص، الجن الكافر، أما الجن المؤمن راه تكون بعيد على هذا الشيء. الجن الكافر من بين الحوايج اللي يطلبهم كذلك وهو كتابة القرآن الكريم بحبر مدنس، حبر مسخ، حبر فيه المن أو فيه البول أو فيه دم الحيض، أو راه تتمشي لعند شي ساحر تبدا تكتب وتدخل وتقول لي راه تكتب القرآن الكريم، ولكن باش تكتبو راه تكتبو بحبر مدنس. إلا كتبو بحبر مدنس هذا راه ماشي راقي شرعي، هذا راه راقي كافر، هذا راه بدعي. كذلك من بين الحوايج اللي تطلب الجني من الساحر باش يعاونه وهو السجود للجن، يكون تسجد للجن او معاشره المحارم، المحارم ديالو، بنتو، اختو، عمتو، الى غير ذلك، او الذبح للجني، الذبح لغير الله. هذه حوايج اخرى تطلبها الساحر، تطلبها الجني من الساحر. ونعوذ بالله من جميع هذه الأعمال، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن جميع السحرة والذين يمارسون هذه الأشياء. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول سبحان الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.